أهلا بكم. يعد مؤتمر ميونخ للأمن منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم، يتم من خلاله بحث القضايا الأمنية، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة للتواصل بشكل غير رسمي. تأسس المؤتمر عام 1963 كإحدى وسائل التقريب بين وجهات نظر كبار القادة في العالم، وذلك لتفادي نشوب حرب عالمية جديدة. وتغير اسم المؤتمر على مدى العقود الماضية عدة مرات حتى استقر على اسمه الراهن، وارتفع عدد المشاركين به من 60 شخصا عام 63 ليصل إلى 350 مشاركا في 2018. فقع مؤتمر ميونخ للأمن في أهميته مؤتمر ديفوز الاقتصادية، وأصبح أهم مؤتمر دولي للأمن في العالم. ويتم تنظيم المؤتمر كحدث خاص غير رسمي دون اتخاذ قرارات حكومية ملزمة، ولا يصدر عنه بيان نهائي مشترك. يرأس المؤتمر منذ عام 2009 الدبلوماسي الألماني السابق وسفير ألمانيا الأسبق في واشنطن فولفغانغ إيشينغر، والذي حول المؤتمر لمنظمة غير هادفة للربح منذ عام 2011. شهد عام 2009 بداية التحولات الكبرى في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث بدأ منح جائزة باسم إيفالد فون كليست الذي أسس مؤتمر ميونخ للأمن للأفراد الذين ساهموا بشكل بارز في حل النزاعات وإقرار السلم الدولي، ومن أبرز الفائزين بها هنري كيسنجر وخبير سولانا. ومن أهم الأحداث التي شهدها ميونخ للأمن على مدى تاريخه كان تبادل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أدوات التصديق على معاهدة ستارت الجديدة، معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، في دورة المؤتمر لعام 2011. ويشمل جدول أعمال المؤتمر هذا العام العديد من الموضوعات، على رأسها مناقشة مستقبل الحد من التسلح والتعاون في مجال السياسة الدفاعية وتأثيرات تغير المناخ والابتكارات التكنولوجية على الأمن الدولي، ودراسة العلاقة بين السياسات التجارية والأمنية. كان هذا عرضا سريعا ومختصرا لمؤتمر ميونخ للأمن منذ عام 1963 وحتى دورته الحالية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وعودة إلى الزملاء. We'll be right back.